تعالوا هنا، تعال تعال تعال، لا تخاف احكي، تعال 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 همي. تعال بس تعال احكي وياك. شنو بس قبل كل شيء بس اوقف عليك، بس على كيفك اول شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ الله يسلمك. شنو اللي صار اول شيء؟ صار جاي كسون عرباينا واحنا على باب الله، لا عندنا غير هاي الشغله من اوقف هنا. زين. وما نتحمل الحكايه، هسه العالم على باب الله. زين. العالم على باب الله، جاي ياذونا، جاي ما يخلونا نوقف على الرصيف جوا. زين احنا جوا ما عندنا مكانات، شلون؟ زين. جوا ما عندنا مكانات. زين. جوا ما عندنا مكانات، والعالم على باب الله واخده من عندنا. نوقف من الرصيف ما يخلونا، احنا وين نروح؟ انهيار عند بعض من اصحاب البسطيات الجوالين العربين الجواله بهاي الساحه، انه اليوم صح انه هم متجاوزين على الرصيف وصارت عليهم حمله من قبل امانه بغداد او البلديه بشكل عام، وهي هاي ارزاق ناس كسبه، ذولا كلهم الموجودين كسبه، انه هاي السياره حملت العربين والبضاعه كلها مال الموجودين بداخل الساحة. زين، انه اليوم احنا على عيني وعلى راسي صح هم متجاوزين ماخذين الشارع كله، لكن غير يكون اليوم اكو لهم بديل، غير يكون اكو لهم بديل او يكون لهم سوق معين. يعني انت اليوم قطعت ارزاق ناس، قطعت ارزاق ناس اللي عشتهم على هاي العرباين وعلى هاي البسطية وخليتهم بالسيارة، بعدها ايش راح يسوي؟ ايش راح حيرجعون ويفتحون وكذلك، وعلى هالرنة طحين ايش ناعم؟ انت وفر سوق لهم، وفر البديل لهم. هسه بتركيا، خل نروح لتركيا، هاي مو تركيا؟ تركيا تصير اكو اكشاك، هاي الاكشاك تكون اكو جباية، اكو رسوم تدفع الى الجهات المعنية والمختصة بهذا الموضوع. لكن انتوا اجيتوا كرفتوا الشارع من الطول للطول، رحتوا راح ترجع العربين نفس المكان، وحترجعون هم راح تفلشوهم، هم راح تاخذوهم. سووا بديل، سووا بديل. هسه شنو الناس هاي متاذايه هسه، والعربين مالتهم راحت، والبسطيات مالتهم تفلشت، ما عندهم مكان، ما عندهم بديل. يعني هسه هاي الناس كلها واقفه، كلها الناس واقفه راح تتأذى. تعالوا هنا، تعال تعال تعال، لا تخاف احكي، تعال 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 همي. تعال بس تعال احكي وياك. شنو بس قبل كل شيء بس اوقف عليك، بس على كيفك اول شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ الله يسلمك. شنو اللي صار اول شيء؟ صار جاي كسون عرباينا واحنا على باب الله، لا عندنا غير هاي الشغله من اوقف هنا. زين. وما نتحمل الحكايه، هسه العالم على باب الله. زين. العالم على باب الله، جاي ياذونا، جاي ما يخلونا نوقف على الرصيف جوا. زين احنا جوا ما عندنا مكانات، شلون؟ زين. جوا ما عندنا مكانات. زين. جوا ما عندنا مكانات، والعالم على باب الله واخده من عندنا. نوقف من الرصيف ما يخلونا، احنا وين نروح؟ زين. وين نروح؟ قل لي فهمني. وين نروح؟ لو عندنا نتحمل حكايه ما نتحمل حكايه. هاي يوميا مكسريننا ماخذين غراضنا. هاي يوميا. يومية. احنا خلينا نحكي واقع حال، تجاوز تجاوز. متجاوزين. قانون يطبق القانون. يطبق القانون عليهم. لكن احنا نريد حل لهذا الموضوع. الحل والله ما اعرف بعد. شوف انت لو عندنا احنا نوقف هنا. زين ماكو سوق، ماكو سوق. خالي في دول قلبك استاذ، بالسوق كله ايجارات ب 3 ملايين واربعة، ولا وقفك قبال المحل ياخذ منك 500 و 600. احنا منا 600، احنا سبتات صندوقين 60 كيلو صار هنا ثلاث ايام، واحنا ثلاث نفرات. تقول لي شلون اطلع الايجار؟ تقول لي شلون اطلع الايجار؟